السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم. اليوم إن شاء الله غنتعرفوا على لي زارتيكل. لي زارتيكل، ففي هذا الدرس غنشوفوا نوعين من لي زارتيكل اللي هما لي زارتيكل ديفيني اي لي زارتيكل انديفيني. فبقوا معنا باش نتعرفوا على الفرق ما بين لي زارتيكل ديفيني لي زارتيكل انديفيني ومتى نستعملهم. الوغ On utilise les articles pour déterminer un nom. كنستعملو لي زارتيكل باش نحددو واحد الاسم. دونك كنحددو هاد الاسم واش هو مفرد او جمع، مذكر او مؤنث. دونك هذا علاش كنستعملو لي زارتيكل. ف تو دابور لي زارتيكل دائما كيكونوا قبل من لو نون. توجور لي زارتيكل سون بلاسي افون لو نون. نشوفو اكزامبل، مثلا لا ميزون. La maison. Fala, il y a l'article. Ou maison, il y a le nom. D'accord? Donc, la maison, toujours l'article qui compte. Qabel, mais le nom. Avant le nom. L'un, nous allons faire les articles définis. Les articles définis, homa, la, le, les et l'apostrophe. La, le, les, elle, apostrophe. الان نمروا نتعرفوا على كل وحده متى نستعملوها. ف لي زارتيكل ديفيني قلنا هما لا لو لي ال ابوستروف. ف لي زارتيكل ديفيني هما ادوات المعرفه او ادوات التعريف. الى عندي شي اسم معرف او بغيت نعرفه فكنستعمل معاه لي زارتيكل ديفيني، يعني سواء لا او لو لي او بيان ال ابوستروف. داكور؟ فبالعربي كي قبلها ال، داك ال التعريف هما هاد لا لو لي ال ابوستروف. داكوغ، الان غنشوف متى كنستعملو كل واحده منهم. مثلا لا، لا كنستعملوها بور لو فيمينا سانغولي، يعني فاش كيكون عندي واحد الاسم فيمينا مؤنث سانغولي مفرد كنستعمل قبل منه لارتيكل ديفيني لا. ولكن الا كان هاد الاسم بغيت نعرفه فكنستعمل معاه لارتيكل ديفيني لا. قلنا دائما لارتيكل ديفيني لا كنستعملوها مع لي نون اللي هما فيمينا يعني مؤنث سانغولي مفرد. اكزامبل لا في، لا في، لا في هي البنت. البنت بالنسبه لارتيكل ديفيني لو كنستعملوه بور لو ماسكولين سانغولي. بور لو ماسكولين، ماسكولين سافادير مذكر، سانغولي مفرد. الوغ الى عندي شي اسم مفرد مذكر بغيت نعرفه فكنستعمل معاه لارتيكل ديفيني لو. اكزامبل لو ليفر، الكتاب. الكتاب فالكتاب او لو ليفر اسم مفرد مذكر، يعني نو ماسكولين سانغولي، داكشي باش استعملنا معاه لارتيكل ديفيني لو. الان غنشوفو لي. فبالنسبه لي كنستعملوها بور لو ماسكولين اي لو فيمينين بلورييل، يعني كنستعملها مع المذكر ومع المؤنث ولكن في الجمع ماشي في المفرد، في الجمع. دونك لي كنستعملوها مع جمع مذكر او جمع مؤنث لي دو. اكزامبل لي كور، لي كور الدروس، لي كور. داكوغ، دونك قلنا لي كنستعملها الا بغينا نعرفو شي اسم سواء مذكر سواء مؤنث غير يكون جمع بلوريل. الان شوفوا ال ابوستروف. فبالنسبه لال ابوستروف كنستعملوها بور لي نو ماسكولين او فيمينين كي كومونس بار اون فوايل. فبالنسبه لال ابوستروف كنستعملوها مع لي نو ماسكولين او فيمينين بزوج، ولكن كي كومونس بار اون فوايل، الاسماء اللي كيبداو باون فوايل. لي فوايل اللي هما ا او اي O U Y. دونك الى عندي شي اسم كيبدا فوايل سواء كان مؤنث سواء كان مذكر فكنستعملو معاه، الى بغينا نعرفوه فكنستعملو معاه ال ابوستروف. داكوغ، ما كنستعملوش معاه لا ولا لو، نو كنستعملو ال ابوستروف. اكزامبل ليليف، ليليف. فهنا عندي ليليف، فبما انو هاد الاسم كيبدا فوايل فما غاديش نشوف واش هو مذكر او مؤنث، اوتوماتيكمون غادي نستعمل معاه ال ابوستروف. دونك اي اسم كيبدا بفايل فكنستعمل معاه ال ابوستروف. داكوغ، نتمنى يكون واضح لكم. الوغ قلنا لي زارتيكل ديفيني كنستعملوهم بور بريسيزي
quelque chose. إلا بغينا نحددو شيء ما فكنستعملو معاه les articles définis اللي هما la, le, les, l'apostrophe. قلنا la كنستعملوها مع الفيمينان سنغولييه مؤنث مفرد, le مع الماسكولان سنغولييه مذكر مفرد, les مع البلوريال بنوعيه يعني الجمع بنوعيه جمع مؤنث جمع مذكر, و الابوستروف كنستعملها مع جميع الاسماء اللي كيبداو بفويل سواء مذكر سواء فيمينا سواء ماسكولا. داكوغ, نتمنى يكون واضح لكم. والان نمروا لي زارتيكل انديفيني. الوغ بالنسبه لي زارتيكل انديفيني كنستعملوهم بور دي شوز او دي بيرسون نون سبيسيفيي نون ديتيرميني نون كونو. دونك هاد الزارتيكل انديفيني كنستعملوهم مع الاسماء الغير معروفه والغير محدده. هاد لي زارتيكل اللي هما ان اون دي ان اون دي, هادو هما لي زارتيكل انديفيني او ادوات نكره كنستعملوهم مع النكره يعني الاسماء اللي هما نكره. داكوغ, الان قلنا لي زارتيكل انديفيني هما ان اون دي. الان غنتعرفوا على كل ارتيكل بوحدو. فبالنسبه لان كنستعملوه مع لي نون اللي هما ماسكولان سانغولي ماسكولان سانغولي. فبالنسبه للفرق ما بين ان و لو, فلو ايضا قلنا كنستعملوه مع لي نون اللي هما ماسكولان سانغولي يعني مفرد مفرد سانغولي مذكر ماسكولان. الفرق هو ان لو كنستعملوه مع الاسماء اللي هما بغينا نعرفوهم يعني الاسماء اللي بغينا يوليو معرفين, وبالنسبه الان كنستعملوها مع الاسماء اللي هما نكره يعني غير معرفين مع الاسماء اللي غير معرفه الاسماء اللي نكره كنستعملو معها ان. نشوفو اكزامبل ان بيرو ان بيرو يعني مكتب ما معرفش. فإلا قلنا لو بيرو هو المكتب يعني عرفناه. باغ كونطخ إلا قلنا ان بيرو سافادير مكتب غير معرف نكرة. داكوغ, الوغ بالنسبة لأون كنستعملوها بور لو فيمينان سانغولي يعني كنستعملوها مع الأسماء اللي هما فيمينان مؤنث سانغولي مفرد. يعني إلا عندي شي اسم مؤنث مفرد فكنستعمل معاه اون, وداك الاسم نكرة فكنستعمل معاه اون. اكزامبل اون كارت اون كارت اون كارت خريطة. داكوغ, الا قلنا لا كارت هي الخريطة و اون كارت سافادير خريطة نكرة غير معرفة. وبالنسبة لدي دي كنستعملوها بور لو ماسكولان اي لو فيمينان بلوريال. دونك دي كنستعملها مع الاسماء اللي هما بلوريال او جمع الجمع بنوعي سواء جمع مذكر او جمع مؤنث. نشوفو اكزامبل دي فيتمون دي فيتمون ملابس. دي فيتمون كتعني ملابس, ولا قلنا لي فيتمون هما الملابس. داكوغ, فنتمنى يبان لكم الفرق ما بين لي زارتيكل ديفيني اللي هما لا لو لي ال ابوستروف و لي زارتيكل انديفيني اللي هما ان اون دي. فلي زارتيكل ديفيني كنستعملوهم بور بريسيزي ان نون يعني الا بغينا نحددو شي اسم. باغ كونطخ اونيتيليز لي زارتيكل انديفيني بور دي شوز و دي بيرسون نون سبيسيفيي نون ديتيرميني نون كونو يعني مع الاسماء او الاشياء الغير معروفه والغير محدده. فنتمنى يكون واضح لكم. الان مرة نشوفو دي زيكزامبل. ليكزامبل الاول عندنا جو ديتيست لو مونسونج. جو ديتيست لو مونسونج. فجو ديتيست كتعني انا اكره لو مونسونج الكذب. فقلنا لو هي اداه تعريف دونك لو مونسونج الكذب. داكوغ, هنا نعطيكم واحد لاستوس. فدائما الى عندي les verbes de sentiment les verbes de sentiment مثلاً aimer adorer détester دائما هاد لي فيرب كيكون تبعهم article défini article défini يعني سواء لا او le les et l'apostrophe. pourquoi لانه فاش كنقول je déteste انا اكره ماذا اكره مثلا الكذب جو ديتيست لو مونسونج كنعرف داكشي اللي كنكره. سينو الا قلت جيم كوا جيم مثلا لو سبور يعني كنعرفو جيم الرياضه احب الرياضه. فدائما لي فيرب دو سنتيمون كيكون تبعهم ارتيكل ديفيني.
D'accord? L'exemple numéro 2. J'aime la lecture. J'aime la lecture. Voilà, هنا أيضا عندي j'aime اللي هو verbe de sentiment. J'aime quoi? J'aime la lecture. أحب القراءة. أحب القراءة. Donc هنا استعملت article défini اللي هو la. J'aime la lecture. L'exemple numéro 3. J'ai une amie française. J'ai une amie française. لدي أو عندي هنا le verbe avoir une amie صديقة française فرنسية. J'ai une amie française. لدي صديقة أو عندي صديقة فرنسية. هنا بالنسبة إلى عندي le verbe avoir أو le verbe prendre le verbe acheter دائما كيتبعهم article indéfini سواء un, une, des. مثلا j'ai une amie française. لدي صديقة فرنسية. ما غاديش نقولو j'ai l'amie française يعني عندي الصديقة الفرنسية. لا كنستعملو أداة نكرة اللي هي une. Donc j'ai une amie française. L'exemple الأخير il y a un crayon sur la table. فهنا أيضا استعملت الأرتيكل انديفيني لأنه عندي le verbe avoir. Il y a le verbe avoir un crayon قلم فوق طاولة. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتعلمتوا تفرقوا ما بين لي زارتيكل ديفيني ولي زارتيكل انديفيني ومتى كنستعملوا كل نوع من لي زارتيكل. فإلى عجبكم درس اليوم واستفدتوا منه فما تنساوش تشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. ونتلاقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.